هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح البكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلينا نتعرف على تفاصيل عن حالة الجو النهاردة وبصحبتنا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة، وبعد التحية بالتأكيد في منخفض جوي مازال يؤثر على حالة الجو في البلاد، أخباره إيه؟ ينتهي إمتى؟ يمكن أن يؤثر على إيه بالضبط؟ صباح الخير على حضرتك أستاذ مصطفى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. بالفعل ما زلنا بنتأثر بالأجواء الخريفية اللي فيها يعني انخفاض في قيم درجات الحرارة إذا كان فترة النهار أو فترة الليل، وده بسبب أن مصادر الكتل الهوائية معظم كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ودي كتل هوائية معتدلة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، وبنحس بالانخفاض أكتر فترة الليل، يعني قيم درجات الحرارة الصغرى انخفضت بشكل ملحوظ خاصة ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. لكن كمان احنا بدأنا نشهد اعتدال أو يعني سرعات الرياح قلت عن الأيام الماضية، لأن صحيح. احنا على مدار الأسبوع الماضي كان في نشاط لرياح محسوس بشكل كبير، ده زود إحساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة. ده سببه إيه؟ ده سبب ان احنا كنا متأثر بعض الكتل الهوائية الشمالية الشرقية القادمة من بعض المناطق الشرقية، فكان معها سرعات رياح عالية، ده زود احساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، غير ان قيم درجات الحرارة في الاصل هي منخفضة او تعتبر حول المعدل الطبيعي للوقت ده من السنة، فاحنا حصل هدوء لسرعات الرياح بشكل كبير، بدأت تقل سرعات الرياح، واعتدال سرعات الرياح ده هيحسسني بالاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير خلال فترات النهار تحديدا، وهنحس ان الطقس مستقر مائل للحرارة فترة النهار في معظم المحافظات الشمالية العظمى على القاهرة الكبرى، متوقع ان هي تكون 28 درجة مئوية خلال فترة النهار. المحافظات طبعا الجنوبية بتكون اكثر حرارة فبتلاقي اجواءها حارة فترة النهار. فترة الليل دي اللي مهم جدا ناخد بالنا منها، لان مع غياب اشعة الشمس احنا دايما مع وجود اشعة شمس فترة النهار حاسين بالدفء، لكن فترة الليل اول ما اشعة الشمس بتغيب طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. فترات الليل متأخر فترات الصباح الباكر اجواءها اصبحت اجواء باردة بشكل كبير، صغرى فترة الليل بتسجل في القاهرة الكبرى 17 و18 درجة مئوية. رغم كده في 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 اماكن او في محافظات درجة الحرارة فيها في فترات الليل بتبقى أقل بتبقى أعلى، وما لم تتأثر بهذه المنخفضات الجوية وما زالت حارة، إيه هي أبرز هذه المحافظات يا دكتور؟ احنا طبعا عندنا الاول المدن الجديده الاماكن المفتوحه بشكل كبير او حتى المحافظات اللي هي ظهير صحراوي، هي دي اللي قيم درجات الحراره فيها منخفضه. هنلاقي في بعض الاماكن الموجوده في سيناء زي شرم الشيخ والغردقه فترات الليل قيم درجات الحراره، واسوان ومناطق جنوب الصعيد صحيح كده برضو، محافظات الصعيد عشان لها ظهير صحراوي بشكل كبير لا بتتاثر بانخفاض قيم درجات الحراره خلال فترات الليل بشكل كبير، لان الكتل الهوائيه خلال فترة الليل لما بتمر على مناطق صحراوية بتنخفض بشكل كبير، لأن الأرض بتبرد بشكل كبير خلال فترات الليل. احنا بنلاقي الصغرى فترة الليل في محافظات شمال الصعيد بتوصل ل 14 درجة مئوية في بعض الأماكن، محافظات جنوب الصعيد ما بين 18 ل 20 درجة مئوية خلال فترات الليل، فده فرق كبير في قيم درجات الحرارة كمان بين فترة النهار وفترة الليل. طب ليه شلاتين يعني هي أعلى درجة حرارة مسجلة النهاردة رغم أن أسوان دايما كانت بتتصدر يعني هذا الأمر؟ بسبب تنوع واختلاف مصادر الكتل الهوائية، يعني احنا بنلاقي في بعض المناطق فترة النهار بتبقى الكتل الهوائية جاية عليها من مناطق صحراوية فبنلاقيها قيم درجات الحرارة فيها فترة النهار ترتفع فترات الليل تنخفض بشكل كبير، لما الكتل الهوائية بتبقى جاية من على البحر فترات الليل بنلاقي قيم درجات الحرارة فيها بتكون مرتفعة بشكل كبير، يعني احنا على حسب اختلاف مصادر الكتل الهوائية، وخاصة صحيح. ان احنا بنلاقي الفرق لما بتبقى الكتل الهوائية جاية من على مناطق صحراوية فترة الليل عالية فترات الليل منخفضة بشكل كبير، وفرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل اللي موجود في معظم محافظات الجمهورية ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد. صحيح. فاحنا بنأكد على كل السادة المواطنين مهم جدا نرتدي الملابس الخريفية. صحيح. سؤالي الأخير، أقل درجة حرارة مسجلة هل ما زالت العلمين وهل ما زال ده بتأثرها بالمنخفضات اللي جاية من جنوب أوروبا؟ هو طبعا المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار بتكون طبعا هي الأقل في قيم درجات الحرارة،
أصلها بالكتل الهوائية الشمالية مباشرة القادمة من جنوب أوروبا، ده فترات النهار. فترات الليل بنلاقيها مرتفعة، يعني احنا فترة الليل بنلاقيها مختلفة عن القاهرة الكبرى أو المحافظات الداخلية، بسبب برضو أن الكتل الهوائية بتبقى جاية من على البحر المتوسط أو جنوب أوروبا، لأن زي ما قلنا في الأول أن اختلاف مصادر الكتل الهوائية بين النهار والليل ده بيخلي اختلاف قيم درجات الحرارة. فتظل الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط عظمى فترة النهار من 26 ل 27 درجة مئوية، ودي قيم درجات حرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة. يمكن احنا على مدار الأسبوع ده إن شاء الله يمكن لحد يوم الثلاثاء والأربعاء هنحس بالاستقرار في الأحوال الجوية، مش هنلاقي اختلاف كبير في قيم درجات الحرارة، ممكن بس بكرة أو بعده يكون العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، ارتفاع حوالي درجة عن اليوم. صحيح. ومرة أخرى من يوم الأربعاء تعود تاني منخفضة بشكل كبير خلال فترات النهار وأيضا خلال فترات الليل. فبس هو هي دايما بيجي هذا الأمر في الويك إند أو في نهاية الأسبوع أن درجات الحرارة فعلا بتسجل انخفاض الأكبر. بنشكرك الدكتورة منى غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وخلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل في كل المحافظات المصرية. القاهرة بتسجل فيها درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18، كذلك الحال أيضا في العاصمة الإدارية 28 الصغرى 17 بفرق درجة واحدة في الصغرى. الأسكندرية بنلاحظ فيها تأثرها بالمنخفض الجوي اللي قادم من جنوب أوروبا، درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20، العلمين كذلك 26 20، مطروح 25 21، دمياط 26 20. بطبيعة الحال كل السواحل الشمالية بنلاقيها في نفس يعني هذا المستوى في درجة الحرارة العظمى تحديدا 25 26، بورسعيد تسجل أيضا 26 والعظمى 22. وكنا بنشوف أن يعني السواحل الشمالية الأكثر انخفاضا، ولكن ربما كاترين تسجل درجة الحرارة أكثر انخفاضا النهاردة. الإسماعيلية العظمى فيها تسجل 29 والصغرى 15، السويس أيضا العظمى 29 19، العريش انخفض فيها درجة الحرارة الصغرى ل 16 بينما تسجل العظمى 28. كاترين المحافظة الأكثر انخفاضا في درجات الحرارة، تسجل فيها درجة الحرارة الصغرى 5، ودي أقل درجة حرارة مسجلة في محافظات الجمهورية، بينما تسجل العظمى 23. طابة تسجل العظمى 27 والصغرى 16، حلايب تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، وشلاتين 32 23، من أكثر المحافظات ارتفاعا في درجات الحرارة محافظة شلاتين. شرم الشيخ أيضا من أكثر المحافظات التي ربما لا تتأثر بالمنخفضات الجوية، درجة الحرارة العظمى تسجل 31 والصغرى 22، يعني تعتبر مشتى زي ما احنا عارفين. كذلك الغردقة من المحافظات الدافئة 31 20. وإذا ذهبنا إلى الفيوم في غرب العاصمة هنلاقي درجة الحرارة العظمى تسجل 28 والصغرى 16. لو نزلنا للصعيد قليلا بني سويف 28 16، بطبيعة الحال كل المحافظات اللي لها ظهير صحراوي تتأثر بالكتل الهوائية. الوادي الجديد 30 15، أسيوط 29 15، سوهاج 30 16، قنا تسجل العظمى فيها 32 والصغرى 17. الأقصر من أكثر درجات الحرارة ارتفاعا بواقع العظمى 32 والصغرى 17، بينما تظل أسوان تسجل فيها درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18، من أكثر أيضا المحافظات في ارتفاع درجات الحرارة. على أي حال زي ما احنا شايفين المنخفض يأتي من جنوب أوروبا، المحافظات اللي لها ظهير صحراوي تتأثر بطبيعة الحال في ساعات الليل المتأخرة ببعض الكتل الهوائية البريدة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة. هناك محافظات ربما كانت بتتربع أيضا على عرش المحافظات التي فيها درجات الحرارة الأكثر انخفاضا زي العلمين أو مطروح، ولكن النهاردة أقل درجة حرارة سجلت في كاترين بواقع الصغرى 5، دي أول محافظة ربما تدخل في الشتاء بشكل مباشر، بينما تظل درجة الحرارة الأعلى هي في أسوان بطبيعة الحال باعتبارها من أكثر المحافظات في جنوب البلد. نعود مرة أخرى إلى منى ومحمد لاستكمال الوقت في غرب صباح. شكرا لك مصطفى.